نحضر اليوم في اليوم الثاني لمعتصم الذي دعت إليه جمعيات أطر إدارة التربوية بإقليم اليوسفية. بطبيعة الحال المطالب ديال الأطر الإدارية هي مطالب اللي هي مشروعة واللي هي معروفة لدى الجميع، هو ملف الذي تم تناوله على يعني منذ عدة سنوات. بطبيعة الحال هناك مطالب اللي تتعلق بالجانب الإداري للأطر التربوية، خاصة أطر الإسناد. هذه الفئة التي يعني ساهمت في جميع الإصلاحات التي تمت في الفترات الأخيرة منذ عقود، والتي لديها تجربة كبيرة، والتي لحد الآن فهي تحرم من الإطار. بطبيعة الحال هذا المطلب ديال الإطار هو مطلب اللي هو مشروع. بالإضافة إلى ذلك هناك مطالب خاصة بأطر المتصرفين التربويين، كذلك هناك مطالب اللي هي عندها علاقة تربوية بطبيعة الحال، واللي تدخل في إطار يعني ممارسة المهام. وهذه المطالب هذه بطبيعة الحال اللي كيتحمل الأعباء ديالها أطر إدارة التربوية. ومن بين هذه المطالب اللي على سبيل الذكر، هناك مطالب تحسين شروط العمل بطبيعة الحال، توفير يعني أطر الدعم والمساندة. كاين هناك مجموعة من يعني المديرين، مديري المؤسسات التعليمية يعانون من مجموعة من المشاكل، من بينها بالخصوص يعني هناك خصاص كبير في الأطر يعني ديال الدعم والمساندة، وكذلك هنالك يعني ضعف في الوسائل. يعني طبيعة الحال الآن في ظل هذه الإصلاحات الجديدة، طبيعة الحال هناك حاجة إلى تطوير الإدارة التربوية، ومن بين الوسائل التي يعني بتوفير جميع الوسائل وتفادي من أجل تفادي المشاكل التقنية اللي كتوقع. نحن نعتصم بعدما تراكمت علينا جميع المهام والتي تزداد يوما بعد يوم وتتراكم، وخاصة نحن في الابتدائي. بالنسبة لنا جميع المهام التي يقوم بها السيد المدير هي فوق الطاقة ديالو، وهو الوحيد والأوحد الذي يقوم جميع العمليات داخل المؤسسة التعليمية. إذن فرجل التربية أو رجل الإدارة بالمدرسة الابتدائية هو كما كيقول بالدارجة هو قراص، منه قراص منه وطراس، بمعنى أن جميع العمليات داخل المؤسسة هو المسؤول عنها، هو الذي يباشرها، هو الذي يقوم بها. وهذه العملية تمت منذ 2006 إلى يومنا هذا، وهي تزداد وتثقل كاهل الإدارة التربوية سنة بعد أخرى، وتشد من وقته، تشد من ماله، تشد من جهده، ولكن في الأخير كان يأمل أن تنصفه الإدارة المركزية الوزارة الوصية، لكن بما تبين من خلال مؤخرا ظهور ما يسمى باللجان الثنائية، اللجان الثنائية التي تبث في الترقية للمتصرفين التربويين، ونحن لا نعلم ولا نعرف من أين جاءت هذه اللجان الثنائية، ولا كيف تشكلت، ولا من شكلها، ولا من أعطاها صلاحية، وبالتالي هي التي كانت الشقة التي أو عفوا القشة التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي خرجنا إلى الأرض الواقع لنبحث عن مصيرنا، لنسأل عن مآلنا، مآل ملفنا. والذي كان السيد وزير في محطات كثيرة أنه يقول أن ملف الإدارة التربوية قد طوي، وملف الإدارة التربوية قد سوي، وأن المرسومين جاهزين، وإذا بالحقيقة ظهرت على أن هناك فوق الكذب، نقول كذب أكثر من الكذب، أكثر من تلاعب الألفاظ، أكثر من الوعود المسؤولة، أكثر من الوعود المنومة في حقيقة، المنومة للإطارات الإدارية. وقد قامت الإدارة التربوية بعدة اجتهادات ونجحت مجموعة ديال المحطات في ظل وفي هالظروف العالمية اللي هي كوفيد 19، والإخوان المدراء أنهم بذلوا أقصى الجهود ديالهم ونجحوا الموسم الدراسي 2019-2020 بما فيه من إكراهات ديال هاد الكوفيد 19،
ولا زالوا عازمين على ذلك، ولكن أين هو حقهم؟ أين هو حقهم في الترقية؟ حقهم في الاعتراف بالمجهودات ديالهم، في الاعتراف بما يبذلون، ما يقدمون، ما يضحون، ما يعطون. إذا فهم يعملون بدون مقابل، بدون اعتراف، بدون على الأقل الشكر، الشكر من طرف الوزارة الوصية. نتفاجأ على أن الوزارة الوصية التي هي التي يجب أن ترعى مصالح الإدارة التربوية، والتي تشجع مصالح التربوية، وهي التي يجب أن تدعم الإدارة التربوية لنمشي قدما بالمنظومة التعليمية، لنحسن من مردودية أجيالنا ونحسن من مردود المنظومة التعليمية. إلا أن الكذب ديال الوزارة وتملصها من 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 من, من وعودها وغياب المرسومين التي ذكر كثيرا، ذكرهم السيد الوزير كثيرا في مقالاته في خرجاته، إلا أننا جعلنا نشك هل فعلا كاين هناك ما يسمى بالمرسومين. إذا أصبح لدينا شكا بأن المرسومين لا وجود لهما ولا أثر لهما، وبالتالي نحن معتصمون ونحن خارجون تحت شعار لا عودة إلى تعزيز أو استرجاع المطالب. إذا هذا مطلبنا الوحيد، هو إنصافنا، العودة الكرامة والعزة والإطار المنصف للإطارات الإدارية بالمغرب.